ماما انا عايزها جرجير بس تربي لي عيالي. ومين قال يا ابني انها مش هتربي العيال؟ ايه ده؟ مين قال ايه؟ انت مش سامعه بودنك؟ دي بتقول بنفسها انها بعد شهرين هترميهم للمربيه. يا سيدي ولا يهمك، لما يبقى ربنا يكرمكم كده ويديكوا ولاد يبقى هاتهم لي بس وانا هربيهم. الله، طب وشغلها؟ ماله؟ مش سامعه ولا ايه؟ دي بتقول لك علاقات عامه، انت عارفه يعني ايه علاقات عامه؟ ايه شغلانه بطاله ولا ايه؟ لا ما حدش قال كده. بس قابليني بقى لو سالتيني عليها. اشمعنى؟ هقول لك معرفش هي فين، علاقات عامه. بس يا حبيبي هي بكره لما هتتجوز الحال هيتغير برضه، مش هتبقى كده. ايه اللي دي؟ على فكره انت كده بتتلكك. مين قال كده يا ماما؟ البنت زي الفل وما حدش قال عنها حاجه. طب كويس جدا. مع حد تاني، ربنا يوفقها. بس انت يعني ايه؟ يعني انت ناقص ايد ولا رجل؟ بغض النظر يا ماما بقى عن موضوع ان القرد في عينهم وغزال دي. يا واد عيب عليك ما تقولش كده. ماشي. بس انت ما ينفعش تبقى مراتي. معيوبه؟ يا دي النيله، مين قال معيوبه ولا مضروبه؟ انا ماما ما ينفعش ارجع البيت وما الاقيش مراتي مستنياني. ما ينفعش يوم الجمعه الواحد بيبقى عايز كده يفطر شويه فول على بضع يوم كده العين كده مليانه والاقيها هي في قبرص. لاولادها والامر بقى ان ما ينفعش مرات تلبس مايوه حتى لو كان وان بيس يا زوزو. فهمتيني يا حب؟ اقول ايه بس يا ربي؟ قولي اسمها نصيب يا زوزو. طيب انت النهارده هتتاخر زي امبارح ولا اقعد استناك على العشاء؟ لا يا حبيبتي انا هتاخر النهارده للصبح ان شاء الله. طيب ربنا معاك، ربنا يحفظك. ايوه كده، الدعوات الحلوه بتاعت الصبح تخلي الواحد يخش الدنيا بصدر مفتوح كده. بس انا مش مبسوطه. ليه بس يا زوزو؟ انا عايزك تطمني، طول ما مدام نبيله دي معاكي وفي بنات حلوه كتير في عيلتها ان شاء الله هتغمز. هي اللي هتغمز يا واد؟ سناره يا زوزو. الله، ايه اللي جرالك؟ اتكل على الله بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. البدله يا ايمن. يا عم انت بس اسمع كلامك، ما تبصش في كل حاجه ولا لا تقول لي لا. انا بفهم برضه. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله. باشا ادهم باشا، اهلا 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 يا باشا. ازيك يا امريكاني؟ الحمد لله. اتفضل اقعد. انا زي الفل بس مش فاهم، وبقالي مده كتير قوي مش فاهم وعاوز حد يفهمني. مش فاهم ايه يا امريكاني؟ انا قاعد هنا بقالي حبه طويله قوي 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 قوي، اكل شارب عامل دماغ باخد شويه دولارات حلوين قوي بس مش عارف اخرتها ايه. بص يا امريكاني، كان في واحد كبير قوي مهم قوي قوي كان شايل لك جميلك اللي عملته معاه في وقت شدته، وقبل ما يموت وصاني عليك. اللهم صل على النبي. البغداده حاجه حلوه مفيش كلام، بس الايد البطاله نكسه، وانا زي عصفور الكناريه اغني على الشجره اللي تيجي على هوايا. بص يا امريكاني، اسمع وافهم كويس علشان انا ما بحبش اقول الحاجه مرتين. اللي وصاني عليك هو اللي كان شايل لك الجميل، عشان كده كان سايبك تلعب براحتك وهو في ورا ظهرك من بعيد. انا بقى الموضوع ده هيكلفني كتير وهيشفط اكسجين ويدفعني فلوس، انما بالنظام اللي احنا فيه ده انت مرتاح وانا مرتاح وهو كمان مرتاح. صوابعك مش زي بعضها يا امريكاني، هو كان عنده سبب اللي يصبره انما انا ما عنديش. طيب يا دم باشا، انا عندي فكره حل وسط، حاجه هتريحك من ضمير الوصيه وتريحني انا من قله القيمه اللي انا قاعد فيها هنا. اتفضل يا امريكاني. انت كنت هتقعدني في كنفك قد ايه؟ وده كان هيكلف كام؟ عيشه وفلوس يعني. وكنت ناوي تحط عليهم كام حلاوه بق وكام عشم وحبه محبه من سعادتك، نحط دول كلهم على بعض واخدهم واتوكل على الله واشوف حالي بقى، وتبقى انت استريحت من زنق ضميرك في الوصيه. ماشي يا امريكاني، 2 مليون دولار كويس اخضر، وزي ما بيقولوا الدولار الاخضر ينفع في اليوم الاخضر. ايوه بس لو كانوا 2 يورو
والمثل بيقول اليورو يخلي بقيه العمله يغوروا. ماشي يا امريكاني، نخليهم 2 مليون دولار ونص. الله اكبر الله اكبر يا كبير يا ابني، اكبر امير الله يرحمه ويسكنوا فسيحه جناته باذن الله. ياسمين حضري شنطه فيها 2.5 مليون دولار، سجليهم واديهم لباسم الصبح يجيبهم هنا الدور الامريكاني. داني ادم تحب تمشي امتى؟ خير البر عاجله. على خيره الله. باسم عايز الحراسه تفضل هنا لحد ما الامريكاني يمشي، ولما يمشي عايز المكان يرجع زي ما كان بالظبط، كهف عادي جدا. وانت عارف اطرادي الرجاله دول ازاي. تحت امرك يا ادهم بيه. ادهم باشا. ايه تاني يا امريكاني؟ عايز اخدك بالحضن. معلش استحمل، انا عارف انك قرفان مني لكن استحمل، انا بحبك يا عم. ماشي يا امريكاني، يلا السلام عليكم، مع السلامه. سلام سلام مربع للامير ابن الامراء. تربت تربت تربت. الف مبروك يا معلم، وتستاهلهم كمان، انت تعبت كتير برضك. مبروك يا معلم. اقعدوا. شفت يا ابو رمله؟ شفت ابن الامراء كان عامل ايه؟ لما يجي يكلم كلام عادي يبقى صوت واطي، ولما يتكلم عن الفلوس يسيح. بس انا عديتها له، هو هيمن عليا ولا ايه؟ الله، ده حقي، الوصيه بتقول كده وده واجب. بس انا عديتها له علشان طلع مزوق وما فاصلنيش في فرق العملة. ربنا يبارك لك يا معلم. يبارك لي انا لوحدي؟ ده حتى بقى جاحد يا رجالة، وانتوا كمان يا رجالة، انتوا تعبتوا، انتوا عاملين حواليا سور شديد، انا من غيركم مسواش حاجة. امال ايه؟ كل واحد فيكم هياخد مياية واخضر وهتنفع في اليوم الاخضر على رأيه. وانت بالذات، انت انا ما انسلكش جميلك كسالك لما جنبتني وما جبتش سيرتي لما اتمسكت. كنت عاوز اقول حاجه يا معلم، بس كنت مقلق حبتين. بس بعد ما سمعت كلامك وعرفت قد ايه انت مقدر عشرتنا، حسيت ان ممكن اقول. قول قول يا سالك يا ابني. يعني الست ام ميرفت عملت معاك كتير، هي اللي صرفت وهي اللي شلت الليله لوحدها واتحبست. فيعني كنت باخد اذنك يعني يا معلم لو ما يضايقكش، يعني بنت ميرفت ينوبها من الحب جانب، بنت وحدانيه ولوحدها دلوقتي وامها محبوسه، وانت معلم الوحيد اللي عارف راس المال ده يسوى كام وجاب كام. يعني يا ابني انا اللي شايل الطين فوق دماغي، البضاعه دي لو ما اتوزعتش ما كانش هيبقى فيها ليها وعليها. وبعدين هي واخده مكسبها اول باول، ولو هنخليها شرعي هي لها راس مالها الاولاني، وبحسبه ايامها هيطلع حوالي 12,000 دولار، نضيف عليهم 4 سنين فوايد يبقوا مش هيلطوا 15,000. ومع ذلك انا هراعيها وهراعي ان البت ميرفت ندهتها، واللي يندهله العشق محدش يسمع عليه. هراعيها ومش هديها 12,000، لا 100,000. اخضر حزمه واحده مخلصه خالص. وبانك انت اللي تندهت يبقى انت اللي هتوصلهم له، وعايزك توصل لها مني بقى كمان 1000 مبروك، 500 على الفلوس و500 لي. ايوه معلم، بس انا ما ينفعش اسيبك لوحدك. وهو مين يا ابني اللي اتكلم عن السيبان؟ ده انت دراع اليمين، واللي زي لازم يبقى عنده دراع زياده عن بقيه خلق الله على الاقل علشان السن. تعيش يا معلم. طبعا يا مرا يا باشا، ما حدش ممكن يعرفه قدي. يا باشا انا بنفسي اتعرفت على الصور. ايوه يا فندم، ايوه كده سعادتك، كده احنا بنعمل الصح. تمام يا فندم، ماشي يا باشا، اول باول ان شاء الله. ماشي يا باشا،
واوعد سعادتك اني هبذل كل مجهود عشان احدد مكانه في القاهره. متشكر يا باشا. اتفضل يا فندم. متشكر يا فندم، مع الف سلام. سلامة الله يا باشا، سلامة الله يا باشا، سلامة الله. مافيا؟ نجيب؟ أكيد بترسمي. جديدة دي. وحضرتك كمان بترسمي. عشان إحنا قاعدين لا طبعًا أنا مش قصدي كده. هي تشكيلية بس حضرتك بترسمي تطبيق، ديكور، جداريات، حاجة زي كده. لو ده بقى. ده خطفنا كلنا. أمال يا بنتي عايزة واحد بالخطورة اللي بقولك عليها دي يتكشف؟ طب ما هو كده فريدة لازم تعرف. طب وأنا قاعد معاكي ليه؟ طب بس ما ينفعش أنت تقولها على فكرة، أنت لو اتكلمت معاها هتفتكر أن أنت بتهول أي حاجة عشان غيرانه وعايزة تبعد عنه، أنا اللي لازم أتكلم معاه. وبسرعة. أنا محتاج ضروري جدا أعرف مكان اللي مستخبي فيه سيف. بسرعة علياء ها؟ المعلومات دي مهمة بالنسبة لي قوي، مبني عليها تحركات كتير. حاضر، متقلقش. اما بقى بالنسبه لموضوع سامر ومواجهته، سيبك من موضوع سامر دلوقتي وخلينا في الكارثه بتاعت نجيب. الله يخليك، نخلصها الاول وبعد كده نشوف موضوع سامر والميعاد بتاعه. تمام، خلصي الموضوع ده النهارده، ولو خلص بكره على طول حددي لي ميعاد. ايوه يا عليا، بس نجيب مش موجود في شقته دلوقتي. طب ازاي؟ انت مش قلتي كان بيتعشى معاكم امبارح وسايبكم بعد 12 بالليل؟ ما انا لقيته بعت لي اس ام اس الساعه 5 الصبح، شفتها لما صحيت، وقال لي فيها ان هو مضطر يسافر على طياره الساعه 7 على ميلانو، اصل جاله ظرف طارئ. بس هو ايه بالظبط ما اعرفش. طب استني بقى. الو يا عمر. ايوه علي. بص انا دلوقتي مع فريده، هي بتقول لي ان نجيب بعت لها اس ام اس امبارح الساعة 5 بيقولها ان هو مسافر ميلانو، يعني الشقة دلوقتي هتبقى فاضية. لسه عاوز تعرف عنوانها؟ ايوه حالي. طيب العنوان يا فيرو. حدائق المعادي. حدائق المعادي؟ ها؟ 38 شارع مصر حلوان. 38 شارع مصر حلوان. الدور الثامن الشقة 804. الدور الثامن شقة 804. تمام. هي جنبك؟ اه. طب اديها لي. طب شويه كده. اديها لي علياء، ما تخافيش. الو، ازيك يا عمر؟ انا كويس يا فريده طول ما انت كويسه. وانت؟ الحمد لله، بحاول ابقى كويسه. ما انت شايف اهو، حتى لما بحاول ابقى كويسه بقى مع ناس اللي هي غلط. في علامات بتخليني كل يوم اتاكد اني كنت غلطان لما جيت على الحب اللي كان جوانا، حتى لو كانت مبرراتي سليمه وصح. عمر، انت ما جيتش على حبنا بس على فكره، انت جيت على عمرنا كله، وجيت على الدفى اللي كان ملازمنا طول الوقت من ساعه ما عرفنا بعض واحنا صغيرين. عايز اشوفك يا فريد. انت عاوز الحق؟ يا رب بس ما يكونش ضدني. أنا كمان يا عمر عاوز أشوفك دلوقتي. لا طبعاً مش هينفع دلوقتي، أنا لازم أقعد مع بابا وأحكي له وأعرفه كل اللي أنا عرفته على نجيب، وبعدين هو لازم يصدق إنه مش عشان بيحبني يبقى شايف كل الحاجات صح. خلاص ماشي، أنا هستنى تليفونك. خلاص أنا مش هتأخر، أول ما أخلص هكلمك. باي. باي. خد يا علي، أنا لما هخلص مع بابا هكلمك حقبل. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك؟ الله بعبر عن فرحتي بتنيه. هسيبك انا بقى دلوقتي، فوجئنا تليفونين. عاوز حاجه؟ لا سلامتك. يلا حبيبتي، باي. باي باي يا لولا. عمر سلطان ده مستعد ان هو يطلع الراجل اللي على الرصيف بيبيع الخضار في جماعات إرهابية إذا كان له علاقة بفريدة. أنت هتقولي لي يا سلام يا سعيد، أمال يا حبيبي بقى تبرر بإيه السفر المفاجئ ده؟ الله، فيها إيه يعني؟
ما انا احيانا بسافر فجاه لمده 24 ساعه بتلخبط، ابقى مش عارف املى الشنطه ولا افضيها، في ايه يا عايده؟ الله. على فكره يا بابا، الراجل ده من ساعه ما دخل عليا وانا قلقانه حساه كده ان هو زي ما تكون زي ما يكون قاريني مذاكرني. يا سلام، مش هو ده برضه اللي انت قعدت تقول عليه؟ يا سلام، بيحسني قوي، بيحس الفن اللي انا بعمله، بسافر اخر الدنيا عشان يشتري لوحه يحتفظ بيها لنفسه. ميكي، مفيش مشكله يا بابا، لو عمر بيكذب كله هيبان، وبعدين الراجل ما اتصلش بيا من ساعه ما سافر ولا بعت لي حتى اس ام اس. مشغول مشغول يا فريده، في ايه؟ بقول لك ايه يا سعيد، عمر سلطان اتصل بيا في التليفون وقال لي بقى ان صوره الاستاذ نجيب ده محطوطه على كل مخارج ومداخل البلد. فاهم يعني ايه؟ يعني مطلوب، يعني ما يقدرش ابدا يخرج من البلد، يعني كذاب اللي هو قاله لك كده، ما يقدرش يخرج من البلد ابدا. وانا بقى يا استاذه عايده مفروض ان انا اصدق يا حبيبي. بسيطه بسيطه قوي يا حبيبي. اتصل بحد من رتب الكبار بتوعك اللي انت عارفهم دول بتوع الداخليه، الله، واسالهم على المعلومات وهيقولوا لك. في ايه يا عايده؟ ما هو ممكن جدا عن طريق ابوه عن طريقه هو يدفعوا للراجل 600,000 دولار. في ايه يا عايده؟ بابا انا عارفه ان انت بتحبني، بس انت ناسي كمان ان انا بحبك وبحبك قوي، وعشان كده يا بابا انا قررت اغير مسار حياتي كلها وجيت على كل احاسيسي ومشاعري عشان ما زعلكش، عشان خاطري فهمني، ولو في اي كذبه في الموضوع هيبان. ألو، أيوة يا عمر، إحنا ممكن نتقابل على 8:30. طيب خلاص ماشي، هنتقابل هناك. يلا باي. ايه مريم؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا عمر، بس عايز ارجع سيوة تاني. انت خلاص اطمنت على فريدة وابتديت تتحرك علشان تقبض على صيف، وانا شايفة ان انت محتاج تبقى لوحدك عشان تاخد قرارك بعيد عن اي ضغوط، واول الضغوط دي انا يا عمر. بس انت وجودك جنبي دلوقتي اهم من اي وقت فات. مهم في ايه يا عمر؟ لسه ما شفتش فريدة لغاية دلوقتي، ما عرفتش منها أي حاجة. ولا إيه علاقتي بحاجة زي كده يا عمر؟ هو أنت خايف إن هي تزقك ما تلاقينيش وراك علشان أسندك؟ لو هو ده السبب أنا ما عنديش مانع يا عمر، بس افرض بقى هي ما زقتكش ولقيتك أنت اللي بتروح في حضنها بمزاجك، ساعتها المفروض أنا أعمل إيه؟ أستناك لحد ما تيجي تشكرني وتوصلني بإيديك لباب الطيارة؟ ده لو افتكرت أصلا إني موجودة ولسه مستنية. هو أنت أناني لدرجة دي يا عمر؟ لا تايه، أنا تايه، اتخبط، كل حساباتي متلخبطة. من إمتى؟ تحب أقول لك أنا من إمتى؟ من ساعة ما حسيت إنها ممكن تروح لراجل تاني غيرك، ولقيت نفسك أنت كمان هتبقى مع واحدة تانية غيرها. ساعتها بس اتلخبطت، ولقيت نفسك مش قادر تقبل إنها تكون مع راجل تاني، وفي نفس الوقت أنت بتعمل نفس الحاجة بس معايا أنا. حاسس انه من حقك بس مش قادر تقبل الحق ده لو كان المقابل انها تبقى الراجل تاني. ايوه بس ده مش راجل وخلاص. حتى لو كان اي راجل تاني انت هتلاقي مليون مبرر علشان تعمل نفس اللي انت عملته بالظبط، وحتى لو كانت ابتدت تحس ناحيته بحاجه بجد يا عمر انت هتعمل نفس الحاجه برضه عشان تبعد الفكره دي عن دماغها باي شكل كان.
يا عمر أنا بنت، حتى لو أنا اتربيت في بيئة تانية ودنيا تانية ليها أفكار مختلفة، بس في الآخر أنا بنت وبحب يا عمر، وعمالة توجع من يوم ما حبيت. كفاية نظرة أهلك ليا اللي كلها رفض، وهم مش شايفين فيا أي حاجة غلط، ولا أخواتك اللي بيبصولي بصات شفقة عشان صعبانة عليهم كأنهم شايفين واحدة شايلة صخرة وطالعة على قمة جبل، وشايفين أنا ما استاهلش كل الشقة ده، لأنهم كانوا عارفين النتيجة، وهم أخواتك وأقرب الناس ليك. سيبني يا عمر أرجع سينا تاني وكمل أنت اللي ابتديته. أنت لسه عندك سيف اللي تدور عليه، وفريدة اللي لازم توصل معاها القرار علشان تخلص وتخلصني معاك، لأن أنا ما بقاش فيا طاقة تاني أستحمل، والشوية اللي فاضلين يا دوبك يا دوبك تخليني أستحمل قرارك. شفتي يا حبيبتي أنا حالي بقى عامل إزاي؟ شفتي يا فريدة؟ أنا مظلم كل حاجة حواليا وما بشوفش غير صورتك اللي قدامي النورة دي لحد ما تيجي. متخضيش متقلقيش، أنت عندي يا حبيبتي، أنت عندي. بس هو عمر اللي ظهر وبوظ علينا كل حاجة. كان لازم اختفي، كان لازم اجيبك عندي. انا ما اقدرش استغني عنك لحظة واحدة فريدة. الو الو يا عيودة، ازيك حبيبتي؟ ازيك انت حبيبي، اخبارك ايه؟ انت ما صدقتش يا واد ولا ايه؟ ما صدقت ايه بس يا حبيبتي؟ فاري من ساعه ما نزلت تشوفك لغايه دلوقتي ما رجعتش، بس انا مبسوطه قوي 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 يا عمر. النهارده قعدت اكلم مامتك حوالي ساعه في التليفون. ربنا يهديكوا يا رب، تعبتوا قلبنا بقى. هو عيودة، هو انت كلمتيها في التليفون من ساعة ما نزلت؟ لا ما كلمتنيش. في ايه يا عمر؟ قولي في ايه؟ لا ما انا كنت بكلمك عشان اسألك عليها. انا كان المفروض فعلا نتقابل، بس هي قالت لي هتروح الجاليري نص ساعة وتكلمني عشان نتفق هنتقابل فين. الله، طب ما اتصلتش بيها هي ليه؟ كلمتها يا عيودة، تليفونها مقفول. يعني ايه تليفونها مقفول؟ فريدة راح فين يا عمر؟ والله ما اعرف. اهدي بس انت كده، انا هعدي عليها في الجاليري اشوفها، يمكن انشغلت في حاجه وتليفونها قفل وما خدتش بالها. من فضلك من فضلك كلمني طمني، انا عايز اعرف هي راحت فين بالظبط. بليز بليز يا عمر، اول ما تعرف اي حاجه او تتصل بيك كلمني على طول. اكيد يا حبيبتي اكيد. اهدي انت بس كده لحد ما اكلمك وطمنك. مع السلامه. مع السلامه. يا رب يا رب استر يا رب. سعيد سعيد يا سعيد. فريدة فريدة. عمر بيه. فريدة ما جاتش النهاردة؟ لا ما جاتش النهاردة، اتصلت عليها وما تردش عليا. طب لو جات أو ظهرت خليها تكلمني ضروري على الموبايل. طب خير خير، في حاجة حصلت؟ خير إن شاء الله خير. مساء النور يا فندم. استاذه فريده الشاذلي موجوده؟ لا والله ما كانتش النهارده خالص. ما كانتش خالص؟ خالص. اي خدمه يا فندم؟ متشكر.
نسيها. عصام عمر بيه، الحمد لله على السلامة يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. ما جاتش النهاردة؟ لا والله يا عمر بيه. أفضلك الترابيزة بتاعتك تستناها؟ لا لا متشك. اهدي ان شاء الله هنطمن عليها. هذا ازاي؟ فريدة اتخطفت، بنتي اتخطفت يا سمية. مين بس اللي هيخطفها؟ وهيخطفها ليه؟ هما اللي بيخطفوا بعض. بيخطفوهم ليه؟ بيخطفوهم عشان يبتزوا فلوسهم، عايزين فلوس. يا ستي مش مشكلة الفلوس، المهم ترجع لنا بالسلامة ان شاء الله. انا مش مهم عندي فلوس، ياخدوا أي حاجة هما عايزينها، بس ما يأذوش بنتي ويرجعوها. يا رب يا رب ترجع لي بالسلامة يا رب. حبيبة قلبي إن شاء الله مفيش حاجة وحشة هتحصل. يا جماعة الغايب حجته معاه دلوقتي، بص الآية داخلة علينا وزي الفل. اهدي أنت بس يا طنط عشان خاطري. أنا مستعدة أعمل أي حاجة أي حاجة، بس بنتي ترجع لي فعلا. هترجع هترجع وهتبقى كويسة. بكرة إن شاء الله بالكتير هعرف أوصل لمكانها، واللي خطفها هيدفع الثمن ومش هيعدي منها سليم. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عليا، ما قدرتش أسيبكم في الظروف اللي انتوا فيها دي. معلش عليا، أنا مش متضايقة خالص على فكرة، أنا بس متفاجئة. ماشي، إيه الأخبار جوه؟ والله قاعدين قاعدين كلنا جوه مستنيين، بس اللي نقيتك بقى ما حدش عارف إحنا قاعدين مستنيين إيه. أكيد عمر بيعمل اللي عليه وأكتر. آه، فهو ده اللي يرعب في الموضوع. ليه بس؟ نخلي عندنا شوية ثقة في الله أكتر من كده. يعني أنت مطمن يا سامر؟ أكيد الآن، بس إن شاء الله خير. إن شاء الله. طب ما تيجي تفضل جوه، كلهم عارفين إن أنت برا. لا ربنا يخليك، أنا عندي شوية شغل جيت أطمن كده، ويعني إن شاء الله خير. إن شاء الله. ماشي، عن إذنك. باي باي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير يا رباب، ليكي عندي خبر هيفرحك قوي. خير ان شاء الله. تلاعب اتمسك امبارح في كمين على طريق كفر الشيخ، وهم رحلوه على اسمي. انت بتتكلم جد؟ انا حظي معاك يا رباب. طب وبعدين؟ عشان لما اقول لك ان ربنا فرجه قريب ما بينساش المظلوم تصدق يا عبيطه. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. انا هبعت اجيب الواد تلاعب دلوقتي، اظبطه تظبيطه محترمه قبل ما اطلعه على اسم باحث. عايزك تكوني موجوده هنا حالا. احط عبايتي عليا واجيلك. رجاء رباب، بقول لك ايه، ما تجيبيش معاك ست ساميه، هتهبش فيه وهتعمل مشاكل واحنا مش ناقصين.